هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى، مع الهداة الأتقياء، مدرسة الفقه التي كم أخرجت من نجبا، بستان علم يانع هيا اقتطف مما تشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في تذاكر وتدارس حجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، حيث مضى المجلس الأول بإهلاله صلى الله عليه وسلم وتكراره هذا الإهلال 3 مرات عقبما صلى، وكان موضع صلاته عند الشجرة التي بني فيها الآن مسجد ميقات ذي الحليفة، وأهل ثانيا لما وضع رجله في غرز رحله فعلت به، ثم أهل ثالثا لما كان على البيداء، والناس عن يمينه وعن يساره وأمامه وبين يديه ومن خلفه جموع غفيرة. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي وقد لبد رأسه بالخطم، وكان من سنته ألا يأخذ من شعر رأسه إلا في نسك أو في حجامة صلى الله عليه وسلم، فلبد رأسه بالخطم لئلا ينتشر، حيث سيمضي 10 أيام وهو يمشي يعتريه الحر والغبار وعوارض الطريق. وفيه أن تلبيد المحرم رأسه إذا كان كثيراً أنه سنة، بالخطم، بالعسل، بأنواع الكريمات الموجودة اليوم، بشرط ألا تكون ذات رائحة طيبة أي فيها طيب. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فما على النبي صلى الله عليه وسلم نشزا إلا كبر الله، وما هبط مهبطا، وفي رواية واديا، إلا سبح الله. وهي سنة للمسافر في سفره إذا علا مرتفعا بنفسه أو بدابته أو بطائرته شرع له تكبير الله جل وعلا، لأنه لما ارتفع استحضر أن الله أكبر من كل كبير. وإذا هبط منخفضا أو نزل واديا يمشي فيه سبح الله جل وعلا تنزيها لله وتقديسه عن كل عيب وعن كل نقص. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم والناس معه، ويجمع ويقصر الصلاة لأنه شاد في سفره، حتى أقبل على واد أفيح ومن أكبر الأودية في تهامة، فلما انحدر فيه قال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله، يسمونها الناس اليوم وادي قديد. فقال صلى الله عليه وسلم: لكأني أنظر إلى صالح وإلى شعيب وإلى هود، في رواية وإلى موسى، على أجمل حمر خطمها الليف يؤمون هذا البيت، أي حجاجا. فالحج شعيرة وسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الحج إلى بيت الله الحرام، ليس الحج إلى بيت المقدس كما ابتدعه المبتدعون، وإنما إلى بيت الله الحرام. وهو يمشي صلى الله عليه وسلم وكان قد مر بهذا الوادي، وادي قديد، متى مر به؟ لما هاجر مع أبي بكر
قالت أسماء رضي الله عنها: لم ندري أين وجه رسول الله وأبو بكر، وقد مر صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر في هذا الوادي، وادي قديد، بخيمتي أم معبد، وكان من شأن أمرهم ما تعلمون مما أجر الله عز وجل عليه من الآيات، در له الضرع وأخفى عنه الأثر، ولم يذبحوا تلك الشاة وإنما حلبوها لهم، فكان هذا قراهم وضيافتهم، وحلبوا بقيتها لأهل البيت. وفيها قول صارخ الجن كما تقول أسمى: نسمع صوته ولا نرى صورته، والناس تتبع الصوت. جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا، فجزى الله من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤدد، سلوا أختكم عن شائها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تنطقي. فعرفوا أنه وجه صوب المدينة واتجاه المدينة في ممشاه صلى الله عليه وسلم ذلك، والناس معه درجهم، فحثهم على أن من لم يسق الهدي أن يجعلها عمره، واستغربوا ذلك لأنهم كانوا يرون فيما أثروه من مآثر أسلافهم ألا عمرة في أشهر الحج، وأن أشهر الحج للحج فقط، وهذا من بدع الجاهلية التي خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون: إذا برى الدبر، إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر. رغبهم من غير تلزيم أن يجعلوها عمرة، كالتمهيد لهم ليقبلوا ذلك إذا أكده عليهم. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم حتى دنا، فكان بينه وبين مكة هنية أقل من مرحلة، عرس تلك الليلة بسرف، وسرف الآن في النورية عليها الآن كبريان، وهي بعد حجز السيارات باتجاه المتجه إلى التنعيم. عرس في ذلك الموضع وحث الناس مرة ثانية أن يجعلوها عمرة، أكد ما كان أخبرهم به في أثناء الطريق. دخل على عائشة رضي الله عنها وجدها تبكي، قال: ما يبكيك يا عائشة؟ يرخم لها صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله إني لا أصلي. استحت أن تقول لرسول الله ولزوجها وحبيبها إني حائض، وعبرت بهذا التعبير الدال على معناه والمكن على حيضها، لأنها من هذا البيت الشريف ومع هذا النبي الشريف الكريم صلى الله عليه وسلم. ويأتي من المنافقون، ويأتي المنافقون قديما وحديثا فيتهمونها أنها تفعل الفعل القبيح. ألا قبحكم الله؟ استحت أن تقول لزوجها إني حائض، ولا تستحي من هذا الفعل القبيح الذي اتهمه به أهل النفاق وأهل الإفك، ذاك في الميزان غير سوي ولا يستويان. وجدها تبكي عليه الصلاة والسلام، فقال مطمنا لها ولبنات آدم، قال: يا عائشة، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي الحيض، ويسمى بالنفاس، وتسمى بالضحكة، فضحكت فبشرناها بغلام في سارة زوجة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فهذا القول لها هاهنا كقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس:
لما أرسلت أبا بكر رضي الله عنهما تسأل النبي ما تصنع وقد نفست بابنها محمد بن أبي بكر. فالمحرمة بحج أو عمرة تصنع كل شيء، تحرم، تلبي، تقف بعرفة، ترمي الجمار، تبيت بالمزدلفة، تقصر، تذبح هديها، تسعى بين الصفا والمروة، لكن لا تطوف بالبيت. ولهذا المسعى مشعر مستقل. اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وكان ذلك ليلة الرابع من أين؟ أو ليلة الثالث من ذي الحجة. عرس تلك الليلة صلى الله عليه وسلم بسرف، ولم يستعجل برفقته ومن معه، ما بقي بينه وبين الحرم إلا 22 كيلو تقريبا، لكنه يرفق بهم صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح مضى حتى نزل بذي طوى، وذي طوى المسمات الآن بجرول في طرف الزاهر، فاغتسل عليه الصلاة والسلام من بئرها. 10 أيام وهو يمشي أصابه من الشعثاء والغبار ما أصابه، فاغتسل وهو محرم، دل على أن المحرم يجوز أن يغتسل تنظفا ويجوز أن يغتسل تبردا، وهي مسألة اختلف فيها صحابيان جليلان، عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عز وجل عنهم، هل يغتسل المحرم ويغسل رأسه أو لا يغتسل؟ فالمسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال لا يغتسل خشية سقوط وطياح شيء من شعره، وابن عباس رضي الله عنهما قال يغتسل. فأرسل إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يسألانه، فقدم الرسول إليه وهو يغتسل وهو محرم، فأخبره بخبرهما، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة ضحى يوم الرابع من ذي الحجة. متى انطلق من المدينة؟ 6 بقين من ذي القعدة، إذن مسيره في 10 أيام. كم يقطع في اليوم؟ يقطع في اليوم 40 كيلا مرحلة واحدة، لأن معه الجم والغفير ولا يشق بهم، وهكذا الراعي يراعي ضعفة من معه وينزل إلى مستواهم. دخل مكة يريد الكعبة من أعلاها من ريع الحجون، فأول ما رأى البيت كما روى الدارقطني وغيره قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبراء، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبراء، اللهم صل وسلم عليه. هذه دعوة رسول الله تصيبكم أيها الحجاج وأيها العمار وأيها الزوار. من عظم هذا البيت حاجاً لله فيه ومعتمراً لله فيه دعا له النبي ب5 دعوات، اللهم زده تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ومهابةً وبراً، وزد من عظم هذا البيت ممن حجه واعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ومهابةً وبراً. ويستحب له إذا دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله من رحمته، ولو قال أعوذ بالله العظيم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم لحسن. فأول ما بدأ به لما دخل، وكان الوقت ضحى، اضطبع صلى الله عليه وسلم وقد علم أمته الاضطباع، فهو سنة في كل طواف عمرة أو كل طواف قدوم. وسبب مشروعيته أنه لما عاهد أهل مكة في الحديبية على أن يأتي من العام القابل
في عمرته التي تسمى بعمرة القضية وعمرة المقاواة وعمرة القضاء. جاء في ذي القعدة من السنة السابعة فقال أهل مكة: يأتيكم الآن محمد ومعه أهل يثرب وقد أوهنتهم، أي أضعفتهم حمى يثرب. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه مكيدا لهؤلاء المشركين ومغيظا لهم، لأن إكادة العدو وإغاظته مقصودة في ديننا، حثهم على الاضطباع وعلى الرمل الأشواط الثلاثة الأولى إلا ما بين الركنين اليمانيين. لما لم يرملوا جميع الأشواط الثلاثة؟ لأن مجلس أهل مكة في دار الندوة جهة الميزان، فبين الركنين اليمانيين يغيبون عنهم، فلما رأوهم يرملون والرمل إسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، قال بعضهم لبعض: أين هؤلاء الذين أوهنتهم حمى يثرب؟ انظروهم كأنهم الظبا، أي في نشاطهم وقوتهم، ففيها إغاظة المشركين، إغاظتهم والكيد لهم. اضطبع صلى الله عليه وسلم، والاضطباع سنة عند بدء الطواف لا كما يفعله العوام، سنة عند ماذا؟ عند أول الإحرام، وهذا غلط، إذ لو أنه اضطبع من أول إحرامه احتاج أن يصلي وهو مضطبعا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فالاضطباع سنة مخصوصة بمن؟ بالطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم. فأول ما استلم الحجر الأسود، وللنبي صلى الله عليه وسلم في استلام الحجر ست سنن. أولها أنه استلمه بيده وقبله ووضع عليه جبينه كالساجد عليه ووضع عليه خده. السنة الثانية أنه قبله ووضع عليه جبينه. السنة الثالثة أنه قبله ووضع عليه خده. السنة الرابعة أنه استلمه بيده من غير تقبيل ووضع خد أو جبين عليه. السنة الخامسة وهي ما فعله به عليه الصلاة والسلام لما طاف طواف الإفاضة وكان راكبا راحلته القصوى، استلم الحجر الأسود بمحجن معه، العصا المعكوفة، ثم قبل محجنه. السنة السادسة الإشارة إليه بغير استلام ولا تقبيل قائلا: بسم الله والله أكبر. وهذه التسمية والتكبير سنة في بدء كل شوط من أشواط الطواف. وروي عنه أنه قال في بدء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم طاف بالبيت سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي بين الركنين وفي بقية الأشواط السبعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: وما منعه أن يأمرهم أن يرملوا جميع الأشواط إلا الإبقاء عليهم، أي رحمة بهم لئلا يتعبهم أو يكلفهم عليه الصلاة والسلام. وقد وقف عمر رضي الله عنه على الحجر وهو أمير المؤمنين فقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيل الحجر واستلامه والإشارة إليه لا تعظيما لذات الحجر، وإنما اقتداء بسيد البشر صلى الله عليه وسلم وتأسيا به، وهو أشرف أركان الكعبة وكلها شريفة. والحجر الأسود نزل من السماء وكان أبيض من اللبن، ما الذي جعله أسود؟ ذنوب بني آدم، هذا من شؤم الذنوب على الأرض وعلى أهلها. ولما طاف أمير المؤمنين
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بالبيت، استلم أركان البيت الأربعة كلها، وكان عالم الحرم وقتها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو معه، وهو أصغر سناً بكثير من معاوية. فلما رآه يستلم أركان البيت كلها قال: يا أمير المؤمنين، إنه لا يستلم من هذا البيت إلا هذين الركنين اليمانيين. فقال معاوية: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا. بماذا أجابه ابن عباس رضي الله عنهما؟ أجابه جواب العالم، أجابه جواب المريد بذل العلم والهداية لا العناد والمكابرة. ما قال: يا الفاعل يا التارت، يا اللي فيك ما لا فيك. إنما قال كلمة أدت معناها ووصلت إلى معاوية. قال: يا أمير المؤمنين، إذن خاطبه بمنصبه، ما قال يا معاوية يا ابن أبي سفيان، يا أمير المؤمنين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني أن الرسول لم يستلم إلا هذين الركنين اليمانيين. فكان من توفيق الله لمعاوية أن قال: صدقت يا ابن أخي، لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. فهذه نصيحة الحكام والأمراء وولاة الأمر بالعلم والحكمة، لا بالهوجة والاندفاع ورفع الصوت. وكل إناء بالذي فيه ينضح. طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت 7 أشواط يستوعب فيها الطواف بالبيت، لأن الله أمرنا بذلك: وليطوفوا بالبيت العتيق. والباء هنا باء الاستيعاب، لم يدخل في الحطيم، والحطيم من البيت جزء من الكعبة. ولهذا لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، لأن الركنين الشاميين ليس حد البيت من جهة الشمال. وذلك أن قريشا لما انهدمت الكعبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، أرادوا بناءها لأنها هي عنوان شرفهم وعزهم، اشترطوا ألا يبذلوا فيها إلا مالا حلالا، وجل مكاسبهم من الربا والمال الحرام. وسيأتينا حديثه في إبطال ربا الجاهلية، وأول ربا يضعه ربا عمه عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع تحت قدمي هذا، قالها في الخطبة العظيمة في صعيد عرفة. جمعوا نفقتهم لكنها لم تستوعب البيت، فحطمت النفقة عن عمارة البيت كله، فوضعوا هذا الحاجز المسمى الحطيم والحجر. وليس يسمى حجر إسماعيل لأن إسماعيل دفن فيه كما يعتقده العوام والجهال ومن نشئ في بلدانهم على تعظيم القبور والأضرحة، لا، تسميته بحجر إسماعيل تفاعلاً، لأن إسماعيل أعان أباه إبراهيم عليهما وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام في رفع القواعد من البيت. ولهذا من أراد أن يصلي في الكعبة فهذا الحجر يصلي فيه. طاف صلى الله عليه وسلم أشواطه 7، ولم يحفظ عنه فيها دعاء معين، لا في شوط من أشواطه ولا فيه كله، إلا ما بين الركنين اليمانيين. يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه أجمع وأفضل دعوة جاءت في القرآن، كررها عليه الصلاة والسلام بين الركنين في طوافه، بل في أطوفته، دل على أن الطواف لك أن تقرأ القرآن، لك أن تذكر الله، لك أن تدعو، تسبح، تهلل. ولم يدعو دعاء جماعيا، وهو معلم الناس وسيدهم عليه الصلاة والسلام، ومقامه مقام التعليم والتوجيه. فلم يلبوا تلبية جماعية، ولم يدعوا في الطواف دعاء جماعيا، مع وجود سبب ذلك والحاجة إليه، دل على أن هذا الدعاء الجماعي
والتلبية الجماعية على غير هديه وسنته وغير مشروع بل هو محدث. ترك الناس كل وحاجته، فهذا داعي وهذا ذاكر وهذا قارئ وهذا يمشي وهذا يرمل، حتى أتم 7 أشواط صلى الله عليه وسلم. حفظ منه الصحابة كما في حديث جابر قوله بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الركن اليماني استلمه بيده فلم يقبل ولم يكبر ولم يشر إليه، انتبهوا لهذه الثلاث. لما حاد الركن اليماني استلمه بيده من غير تكبير ومن غير تقبيل ومن غير إشارة، وهذا ما فارق فيه الركن اليماني الحجر الأسود الذي سنته التقبيل والإشارة والاستلام كما مضى في الأحوال 7 أو 6 التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. لما فرغ من طوافه، وش يسمى هذا الطواف؟ طواف القدوم في حق النبي، لأنه كان قارنا، وفي حق كل مفرد للحج إلا المتمتعين وهم زوجاتهم ومن كان مثلهم، فهذا طواف العمرة. فرغ من طوافه تقدم فقرأ قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان مقام إبراهيم وقت حجته عليه الصلاة والسلام عن يمين باب الكعبة ملتصقا بجدارها، فصلى 2 ركعتين أوجز وتخفف فيهما، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية بعد الفاتحة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وهاتان السورتان سنة قراءتهما في نافلة المغرب وفي راتبة الفجر وفي ركعة الطواف وفي آخر صلاة الليل لشأنهما، لأنهما سورة التوحيد والإيمان. وهاتان الركعتان سنة في من سنن الطواف، فمن نسيهما فلا شيء عليه. والحرم كله مقام لإبراهيم، ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لم يصلهما إلا على الحزورة، وجاء عن أم سلمة أنها لم تصلي الركعتين إلا في التنعيم، وهذا مما يدل على أن الحرم كله موطئ لهذه الصلاة. فلا تضايقن أيها العام أيها المعتمر وأيها الحاج الطائفين أو تمنعهم عمن يصلون من شيبانك، فأنت بهذا مؤذي وظالم ومعتدي لأجل أن تحصل سنة لك أو لغيرك. كل الحرم موضع لهاتين الركعتين. لما فرغ عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ رجع إلى الحجر مرة ثانية فاستلمه. استلام للحجر بعد الفراغ من الطواف وصلاة الركعتين بعده. قال جابر رضي الله عنه: فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الصفا من بابه. على عهد النبي ما فيه أبواب، لكن في عهد جابر لما عمر المسجد جعل كالحضار يفصل بين الصفا والمروة بالمسعى وبين المسجد. خرج إلى الصفا وهو أقرب الجبلين إلى الكعبة، جبل أسود صغير في حضن جبل أبي قبيس. فمضى يمشي عليه الصلاة والسلام، فلما أقبل عليه رفع صوته: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بذكر ماذا؟ بذكر الصفا. فرقى على الصفا
هل وصل أعلاه؟ لا، فليس صعود الصفا إلى أعلاه سنة كما ذهب إليه بعض الناس بعدم علمهم وجهلهم، وإنما رقى على الصفا حتى رأى البيت، لأن في منحدر الصفا الوادي، وادي الأبطح، فلما رأى البيت استقبل البيت رافعا يديه إلى صدره، هكذا كاستطعام المسكين كما ذكر ابن القيم. فوحد الله وكبره ثلاثا، قال لا إله، قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا وهو واقف دعاء طويل، ثم أعاد هذا الذكر ثانيا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم أعاد الذكر ثالثا ثم نزل. إذن هذا أول مواضع إطالته صلى الله عليه وسلم الدعاء مستقبل القبلة، والناس يتأسون به. نزل عليه الصلاة والسلام، وين يبي؟ يريد المروة. قال جابر رضي الله عنه: فلما انصبت قدماه في بطن الوادي، والوادي فيه الرمل وفيه انخفاض، سعى سعيا شديدا حتى رقى، أي عن بطن الوادي، فمشى حتى بلغ المروة. إذن هذا السعي الشديد لما؟ لانصباب قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي، وادي الأبطح. ويأتينا أنه لما بلغ محسر، وين محسر يا أخواني؟ بين مزدلفة ومنى، وهو على راحلته حرك سريعا، لأنه بطن وادي بطحة، وليس السعي بين العلمين سنة بذاته لما حصل اصطباب المسعى ومواساته، إنما سنة لما انصبت قدماه في بطن الوادي. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المروة، وهو جبيل أسود صغير في حضن جبل قعيقعان، يسميه الناس اليوم جبل الشامية. رقى عليه أيضا ولم يبلغ منتهى حتى رأى الكعبة، فاستقبلها رافعا يديه مكبرا ثلاثا قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا، ثم كرر هذا الذكر ثانيا ثم دعا ثم كرره ثالثا ثم نزل ومشى إلى أن بلغ الصفا، فعل عليهما ما فعل على المروة. طاف كم شوطا؟ سبعة أشواط. الشوط الأول بدأ من الصفا إلى المروة، والثاني من المروة إلى الصفا. إذن بمن ينتهي بالشوط السابع؟ ينتهي بالمروة. هذا الطواف هو طواف العمرة لمن كان محرما بعمرة، وهو طواف يغني عن طواف الحج لمن كان قارنا أو كان مفردا. فلما فرغ من سعيه وقف على المروة صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، والناس ينظرون، الناس معه يتأسون بفعله ويتأسون ويقتدون بقوله. ماذا قال لهم على المروة صلى الله عليه وسلم؟ قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليقصر. هذا المرة الثالثة التي حتم عليهم. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ فشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال: لا، بل لأبد أبد. فحلوا رضي الله عنهم، امتثلوا أمره، كل من لم يكن ساق الهدي حلوا من إحرامهم. بماذا حلوا؟ بأن قصروا رؤوسهم، صارت عمرة لهم. ليش لم يحلقوا؟
هاي الخليفي ليبقى شعر يحلقونه في حجهم، وما بينه وبين حجهم إلا 6 أيام. قصروا، يقول جابر رضي الله عنه: فكان الحل كله، حتى إن خرجنا مع رسول الله إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر منيا، كناية عن ماذا؟ عن معافستهم النساء، عن معافستهم النساء. نبينا صلى الله عليه وسلم حل ولا ما حل؟ لم يحل. فدخل على، كان المسؤول عن رحل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي أوفى، فضرب للنبي رحله في الأبطح، ضرب له قبة في الأبطح. دخل على حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنهما، فقالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، فلما لم تحلل أنت؟ سؤال وجيه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إني قد لبدت رأسي، وإني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي، في قوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أقام في الأبطح يوم الرابع من ذي الحجة، لأنه بلغ مكة والكعبة وفرغ من طوافه وسعيه ضحى ذلك اليوم، والخامس من ذي الحجة، والسادس والسابع، وبات بها ليلة الثامن. أين كان يصلي عليه الصلاة والسلام؟ يصلي في الأبطح ولا يرتبي يروح للكعبة؟ كان يصلي في مكانه في الأبطح. والكعبة بعيدة ولا قريبة؟ ما هي بعيدة. فلما صلى في مكانه الرباعية يصليها ركعتين ولا يجمع الصلاتين بعض هذه مع هذا، لأنه نازل، وكان يمشى بين يديه بالعنزة، رمح قصيرة فتوضع بين يديه فيصلي إليها سترة، دل على أن الحرم كله موضع لمضاعفة الصلاة. ولو كانت المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة فقط لما حرم نفسه ولا أمته هذه الأجور المضاعفة للصلاة ب100,000 صلاة، وهو أحرصنا وأدلنا على خير يعلمه لنا عليه الصلاة والسلام. في هذه الأثناء جاء علي رضي الله عنه محرما من اليمن يسوق بدن النبي عليه الصلاة والسلام بقية المئة، فدخل على فاطمة وإذا هي متعطرة متجملة متزينة، فنهرها، قالت: أمرني بذلك أبي، استعداد المرأة لزوجها الغائب وعلي محرم. فخرج منها علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا عليها، ومعنى محرشا عليها مستنكرا فعلها، ما هو بيثير الرسول على بنته، التحريش ها هنا الاستنكار لفعلها، حاشاه أن يحرش التحريش اللي تعرفونه في إثارة الضغائن، لكن استنكر فعل فاطمة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال يا رسول الله، قالت: أمرني بذلك أبي. فقال صلى الله عليه وسلم: بما أهللت أنت يا علي؟ قال: أهللت يا رسول الله بما أهللت به أنت. وهذا يسميه العلماء بالإهلال والإحرام المبهم، لم يحدد فيه نسكه. قال لما مر الميقات: اللهم إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذن أقم حتى نحل سويا، حتى نحل سويا. ليش ما قال اجعلها عمرة؟ لأن النبي أشركه معه في هديه، حيث ساق الهدي لرسول الله من اليمن، وفي هذا ضرر نقص على فاطمة ولا لا؟ لكن شريعة الله ودين الله لا يقبل المجاملة، جودوها في هذا الموضع،
تبي تأتينا إن شاء الله في موضع مزدلفة مع عروة بن المضرس. أحكام الدين وأحكام الشرع لا تقبل المجاملة والمزايدة. أقم حتى نحل سويا. جاء أيضا عبد الله بن قيس. من عبد الله بن قيس؟ ها؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، جاء من ساحل اليمن ومر على الميقات، أهل إهلالا مبهما بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسق الهدي، فأمره النبي أن يجعلها عمرة صلى الله عليه وسلم. والإهلال المبهم يفعله الآن كثير من الحجاج العوام اللي ما يعرفون أنواع النسك، ماشي مع الحملة حاج، تسأله وش حجك؟ والله حاج بس. فهذا تكفي نيته نية من يتبعهم، إلا أن يميزها ويحددها في نوع إحرامه. أقام عليه الصلاة والسلام في مكة في موضعه 4 أيام، يقصر الصلاة الرباعية 2 ولا يجمع بين الصلاتين، حتى إذا كان يوم 8 وهو يوم التروية، سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه بالماء معهم، يحملونه معهم إلى وين؟ إلى عرفة، فصار علماً على هذا اليوم الذي هو أول أيام الحج الفعلية، يوم 8 من ذي الحجة. أمر أصحابه الذين حلوا من إحرامهم بعمرة، أمرهم أن يحرموا. من أين أمرهم أن يحرموا يا ترى؟ من مواضعهم، من أماكنهم. فمن كان في منى، في مقر الحملة، في مكة، في خارجها، من موضعه يحرم. يوم 8 أمرهم أن يحرموا ضحى، فأحرموا من أماكنهم، وخرج بهم يمشي صلى الله عليه وسلم إلى منى ملبياً لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبه نعلم أن التلبية شعار عند الانتقال من أين إلى أين؟ من مشعر إلى مشعر. أحرم من الميقات ما زال يلبي حتى بلغ ذي طوى واغتسل عندها وبات عندها، ثم لبى لما خرج من أين؟ من مكة إلى منى. طيب، الأربعة أيام ما ذكر عنه أنه لبى، لا إثر صلاة ولا في ليل ولا في نهار، وهي سنة أن التلبية تكون عند التحرك والانتقال من مشعر إلى مشعر. قال له عبد الله بن أبي أوفى القائم على رحله أو غيره: أن أبني لك في منى خباء؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. فقدم منى فوفقه الله فنزل في أولها، في موضع الآن مسجد الخيف، جعل المهاجرين عن يمينه والأنصار عن يساره تشريفاً لهذين الحيين، ومآثرهم في الإسلام أعظم المآثر رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل الناس من ورائهم. في هذا اليوم يوم 8 فصلى صلاة الظهر في منى كم ركعة؟ 2. هل جمع العصر معها؟ لا، لأنه نزل وصلى العصر في وقتها 2 والناس معه، والمغرب في وقتها كم؟ 3 والعشاء في وقتها 2، ثم رقد صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المسافر إذا نزل فالسنة له والأكمل القصر للجمع. متى يجمع؟ إذا احتاج إلى الجمع. ومنه القاعدة المسددة لأهل العلم أن القصر للمسافر سنة، والجمع بين الصلاتين ماذا؟ رخصة. بات عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، فصلى الفجر في وقتها وانتظر، انتظر في مكانه في منى حتى طلعت الشمس وارتفعت، فخرج والناس ينظرون، فرحلت له القصوى وسار الناس معه. وين يبي؟
متجها إلى عرفة. روى الشيخاني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل. الملبي: لبيك اللهم لبيك، والمكبر: الله أكبر، والمهلل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته. إذن فيه سنة أن التلبية عند الانتقال من مشعر إلى مشعر، سينتقل الآن من أين؟ من منى إلى عرفة. ومن تلبيات الصحابة كما سبق والنبي يسمعها منهم ويقرها عليهم تلبيات دالة على توحيد الله وعلى الخضوع له وعلى تعظيمه وعلى إظهار الفاقة والحاجة له. لبيك وسعديك والخير كله في يديك. لبيك لأنه الذي ناداهم أن يحجوا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يقولون بلسان المقال ولسان الحال: لبيك وسعديك والخير كله في يديك. ويقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. رقهم لله وعبوديتهم له. يقول ابن القيم في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. من لم يكن لله رقيقا عبدا كان لغيره رقيقا وعبدا. ويقولون: لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك. والنبي صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته، وهي تلبية الإهلال بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. مضى يمشي، مر بالمزدلفة، ولها ثلاثة أسماء: المزدلفة وجمع والمشعر الحرام وقريش واقفة، لأن من مآثر قريش وبدعهم في الجاهلية أنهم الحمس أهل الحرم، ما هم مثل الناس، هم زود عن الناس، لا يقفون إلا في الحرم والناس تقف في عرفة. جاوزهم صلى الله عليه وسلم، جاوزهم متجها إلى أين؟ متجها إلى عرفة. وقد قال الجبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف، وهذا كان في حج قبل الهجرة، يقول: أضللت راحلة لي فقدمت عرفة وإذا برسول الله واقف مع الناس، فقلت في نفسي: ما لهذا الأحمس؟ ليش خلى أهل مكة والحمس وجاء يقف مع عامة الناس؟ يعيد صلى الله عليه وسلم بذلك الحج على سنن الأنبياء والمرسلين وعلى سنة إبراهيم عليه وعليهم أفضل صلاة وأكمل تسليم. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم. طولنا عليكم ولا لا يا أخواني؟ الحين بنحط الرحال، الحين بنستريح وتستريحون. فوجد عبد الله بن أبي أوفى قد ضرب له قبة من أدم صغيرة بنمرة، موضع دون عرنة، فنزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم واستراح في هذا الموضع الذي هو خارج عرفة مما يلي مزدلفة، حتى إذا زاغت الشمس خرج فرحلت له القصوى. وهذا ما نبدأ به درسنا إن شاء الله غدا، إن أحيانا الله وإياكم في بيان هذا الموقف العظيم، موقف عرفة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج حج عرفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا سلوكا لسنة نبيك واقتداء بهديه واتباعا لأمره. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم اجعله شفيعنا وقائدنا
إلى جناتك وعواليها، فردوسك الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله الكريم الواسع الرحمن الرحيم باسمه الأعظم وبوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فستان علم يانع، هيا اقتطف مما تشاء.